فاقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي، ومن عند البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي الزمالك اللي اعلن عن قائمه الفريق استعدادا لمواجهه الاهلي النهارده يوم الاحد الساعه 8 في الجوله 20 المؤجله من الدوري الممتاز. جت القايمه كالتالي: في حراسه المرمى هيكون متواجد محمد عواد والسيد عطيه، في الدفاع محمد عبد الغني، محمود حمدي، الونش، محمد طارق، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، ومحمد عبد الشافي. في الوسط امام عاشور، محمد اشرف روقه، يوسف اوباما، واسلام جابر، محمد اوناجم، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، اشرف بن شرقي، احمد سيد زيزو، ايمن حفني، سيف فاروق جعفر، وسيد عبد الله نيمار. في الهجوم هيكون متواجد يوسف أسامة وعمر السعيد. كل التوفيق لكل لاعبتنا أي مكان مين اللي هيلعب النهاردة، بنتمنى لهم كل التوفيق. قائمة الفريق النهاردة لمواجهة الأهلي بتشهد غياب محمد أبو جبل حارس المرمى بسبب إجهاد في العضلة الضمة، وده كان اتعرض ليه وهو منضم مع منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت. اكتفى أبو جبل بالتدريب في الجيم داخل النادي منذ العودة من كوريا الجنوبية في رحلة منتخب مصر وفقا لبرنامج تأهيلي وتدريبي، وضعوا ليه الجهاز الطبي للفريق عشان يبقى جاهز في الفترة المقبلة. الحمد لله على سلامة أبو جبل، وإن شاء الله يقوم بالسلامة في أسرع وقت. نروح للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق واللي هيغيب عن مباراة النهاردة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا بسبب عدم جاهزيته الفنية. طبعا سيف الدين الجزيري عاد فجر امبارح من معسكر منتخب تونس وخاض تدريبات تأهلية وما شاركش في المران الجماعي الأخير، لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده عن مباراة اليوم. نروح لثلاثي الفريق احمد فتوح، حمزه المسلوسي، وحازم امام اللي خرجوا من قائمه اللقاء النهارده بقرار من الجهاز الفني بقياده مستر فيريرا. احمد فتوح هيغيب لمواصله برنامجه التاهيلي بعد الحادث الاخير واصابته بفيروس كورونا. حمزه المسلوسي هيغيب بسبب عدم الجاهزيه الكامله عشان هو كان عنده اصابه في الكاحل ورجع منها لكن مش سليم بنسبه 100%. اللاعب كمان ما شاركش في اخر تدريبين من بعد اصابته الطويله جدا. حازم امام كمان كان بيعاني من شد في العضله الخلفيه اللي اتعرض ليه في ماتش ودي امام مصريه للاتصالات، ولكن لسه ما اكتملش شفائه، ونتمنى لهم هم الثلاثه ان شاء الله الشفاء العاجل ورجعوا بالف سلامه. امبارح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فيريرا عقد جلسة مهمة مع اللاعبين داخل المعسكر المغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي اليوم، والجلسة طبعا كان فيها كلام وكان فيها رسائل تحفيزية قوية للاعبين. في البداية أكد مستر فيريرا للمجموعة المتواجدة ثقة والتامة في كل لاعب فيهم وأنهم على قدر المسؤولية وأنه أكيد واثق أنهم هيقدموا ماتش ونتيجة إيجابية. كمان أكد على اللاعبين أن الفوز النهاردة هيكون ليه عوامل كتير، منها طبعا مواصلة الصدارة، كمان ده هيكون دافع قوي للمزيد من النجاحات الفترة القادمة، وكمان طالبهم بالتركيز وأكد لهم على ضرورة إسعاد الجماهير الزملكاوية العظيمة. نروح لمحمد عواد حارس مرمى الفريق واللي هيتواجد النهارده في التشكيل الاساسي للفريق. امبارح كابتن ايمن طاهر مدرب الحراس عقد معاه جلسه خاصه بشكل منفرد داخل معسكر الفريق، وفي البدايه وصل له ان الجهاز الفني بيثق فيه ثقه قويه جدا، وقال له انك تحافظ على عرين مرمى نادي الزمالك دي حاجه كبيره جدا، كمان طالبه بالتركيز الشديد الاستعداد الذهني للمباراه كما هو الاستعداد الفني وعدم الانشغال بأي حاجة غير تقديم مباراة تليق بإمكانياته الكبيرة. كمان قال له إنك عليك عامل كبير جدا إنك تساعد الفريق إنه يخرج بنتيجة إيجابية من المباراة الكبيرة دي. كمان أكد له إنه بيقدموا له الدعم هو وزملائه في الفريق وأولهم أبو جبل حارس مرمى الفريق، بالإضافة كمان لجماهير نادي الزمالك اللي بتثق في عواد ثقة كبيرة جدا.
خلونا بقى نروح لمجموعة اللاعبين الشباب بالفريق المتواجدين في قائمة لقاء النهاردة. طبعا بنتكلم عن السيد عطية حارس المرمى، حسام عبد المجيد، محمد طارق، سيف فاروق جعفر، يوسف أسامة نبيه، سيد عبد الله نمار. والحقيقة أنه كان حريص جدا كابتن أسامة نبيه المدرب العام طبعا في وجود القائد شيكابالا على تحفيزهم وإعطائهم بعض التعليمات. كابتن أسامة نبيه طالب السداسي بالتهيؤ للمشاركة في أي وقت خلال اللقاء النهاردة، كمان التركيز الشديد، واكد لهم انه في حاله مشاركه عنصر منهم النهارده عليه ان يبذل قصاره جهده في الملعب لتقديم نفسه، طبعا لانه مباراه القمه دايما ما بتكون شهاده ميلاد للشباب. اكد لهم كمان ثقه الجهاز الفني في كل عنصر منهم. وفي نهايه الجلسه طبعا كابتن شيكابالا وجه لهم رساله وقال لهم انه مباراه اليوم في حاله مشاركه اي لاعب منهم من الممكن ان تكون فرصة ذهبية لإثبات الذات وتقديم نفسه للجماهير اللي بتقدم الدعم الكامل بشكل مستمر لكل أبناء نادي الزمالك.